مكان جديد في البحرين ومميز لعشاق الماي والبحر، بركة وشاطئ مع بعض، وأماكن ترفيهية مخصصة للكبار والصغار. حياكم في الشاطئ الذهبي. البركة هني تعتبر من أكبر البرك العامة في البحرين من حيث الحجم. الشاطئ الذهبي لا نبالغ لو قلنا أن فيه أحد أفضل الشواطئ الرملية في البحرين. يوفر الشاطئ أماكن خاصة للشواء والجمعات ومظلات سعفية وبيوت هنود الحمر، بالإضافة لنشاطات البحرية مثل الكاياك والسباحة. يوجد في الشاطئ الذهبي ملعب مخصص لكرة القدم مع أماكن مخصصة للرياضات الشاطئية المختلفة. يتميز كذلك بوجود ممشى محاط بغطاء أخضر وأشجار. الشاطئ الذهبي موجود في درة البحرين، يعني بعيد عن صخب المدن والإزعاج، وفيه من الهدوء والراحة النفسية شيء الكثير.